وسهلا بكم. اسمحوا لي ان انا ارحب بكم من امام مبنى وزاره الداخليه بمدينه نيويورك. يوم مميز لاختيار مجموعه مميزه من ضباط الشرطه النهارده لترقيتهم لسبيشال ديتكتيف. وجمال النهارده ان في رتب مصريه عربيه مسلمه حصريا معانا النهارده على قناه ان اي تي في. ابقوا معانا. Promoted up into the detective ranks, and those of you, because of your hard work, the hard work of your colleagues, moving up to second grade, first grade, commanding the detective squad. There is a sign on this room of every detective squad room in the city: the greatest detectives in the world. That might sound like a boast, an idle boast maybe, but it is not. I have had the privilege of leading this organization on two occasions now, and have come to understand just how great the detective force is in the NYPD. The extraordinary talent, capabilities, ethics of the men and women who are proud to call themselves detectives in the New York City Police Department. Remember that this organization prides itself first and foremost on the men and women of this organization who serve it and serve this city. And the Constitution of the State of New York. And the Constitution of the State of New York. And to faithfully discharge the duties of. And faithfully discharge the duties of. Sergeant. Sergeant. In the New York City Police Department. In the New York City Police Department. To the best of my ability. To the best of my ability. So help me God. So help me God. Congratulations. Great. And being promoted to the rank of detective are Isidio Abreu, Muhammad Amen, بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ديتكتيف محمد امين من نيويورك سيتي بوليس ديبارتمنت كوميونيتي افير. الحمد لله بفضل الله النهارده كان عندي ترقيه لديتكتيف سبيشالست. ترقيه ديتكتيف سبيشالست تقريبا تبقى ترقيه على حسب المجهود. البوليس كوميشنر شايف ان حد بيعمل شغل كويس فبيرقوه لديتكتيف سبيشالست. الحمد لله ده بفضل تشجيع جاليه كلها وتعاون الاخوه معانا. دوري في البوليس ديبارتمنت ان انا مسؤول عن الكليرجي اوتريتش. هو دوري ان انا بتعامل مع كل دور العباده, كل الاديان وكل الطوائف, نحاول نقرب بينهم بيننا وبين البوليس ديبارتمنت والجاليات المختلفه من مختلف دول العالم. والحمد لله يعني ربنا وفقنا وبنحاول نزود العلاقه دي ونخليها احسن فاحسن دايما. الحمد لله احنا عندنا في الشرطه في نيويورك هنا هو جهاز الشرطه القوام 36,000 فرد تقريبا, من اكبر جهاز الشرطه في العالم. عندنا زمايلنا واصحابنا من شرطه مصر بيقوموا بدور كويس جدا في تعاون وتنسيق بيننا وبين السفاره المصريه السفير احمد فاروق. بنحاول دايما يكون في تعاون وتواصل, ونتمنى ان يكون في تعاون اكتر من كده ان شاء الله. بالنسبه للوحده بتاعتي خصوصا وهي الاوتريتش, هي دورها ان هي تقرب وتعمل تواصل بين الجاليات المختلفه والاديان المختلفه, وان شاء الله يكون في تعاون اكتر منها. هو جهاز الشرطه كل سنه في سبتمبر بيبقى على هبته عشان جميع العامه للامم المتحده, وتقريبا حوالي اكتر 160 رئيس دوله في نيويورك, ومن ضمنهم ان شاء الله يكون الرئيس المصري. دور الشرطه هي تامين ومساعده الجهات الامنيه المختلفه لتامين الزيارات والجولات المختلفه, وان شاء الله يكون وقت موفق للجميع. التميز عنوان النجاح. زي ما قلنا النهارده مجموعه بسيطه جدا من ضباط الشرطه في نيويورك سيتي تم اختيارهم عشان خاطر ترقيتهم لمراكز اعلى من كده شويه. ان معانا النهارده اللي بيشرفني ان يكون معانا النهارده, مش هقول بقى الاوفيسر محمد امين تاني, هقول ديتكتيف سبيشال ديتكتيف محمد امين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك.
انا مش عايز اشرح ايه اللي بيحصل بس انا هخليك انت اللي تشرح. اولا انت كنت انت مش عارف انت سبت انت دلوقتي كنت في اوت ريتش. انا مش هتكلم في الموضوع ده, انت تتكلم ان انت كنت شايل حاجات كتير قوي ما بين الجاليات وبعضيها, اتكلم انت عنها. بسم الله الرحمن الرحيم, متشكر جدا على حضور حضرتك معايا. انا اسمي محمد امين, النهارده ترديت لديتكتيف سبيشالست الحمد لله. دوري هو حقيقي ان انا بشتغل في حاجه اسمها كلوجي اوت ريتش. هو دوري ان انا اتواصل بين جميع الاديان واعمل تواصل بين البوليس ديبارتمنت والجاليات المختلفه والاديان المختلفه بجانب المسلمين طبعا. الحمد لله ربنا اكرمني الحمد لله بفضل الله. البوليس كوميشن اختارني النهارده ان انا اترقى لحاجه اسمها ديتكتيف سبيشالست, يعني زي ترقيه استثنائيه او ترقيه تقديرا للمجهود يعني ربنا اكرمني فيه, يعني بشكره طبعا. فالحمد لله بفضل الله البوليس كوميشن براين النهارده هي اخر بروموشن لي, اخر سيرموني او احتفال بالترقيه. اختارني من ضمن مجموعه مش كتيره حقيقي ان انا اترقى للديتكتيف سبيشالست. هو الترقيه دي مش مختلفه عن الترقيات المختلفه الثانيه اللي انت تاخد امتحان وبيسموه سيفل تيست. فانا بشكره طبعا وبشكر الجاليه, لان الجاليه احنا هنا عشان نخدم المدينه كلها. والنهارده كان من فضل الله كان في ناس كتير قوي جايه تهنئ من سواء من جاليه المسلمه او من طوائف ثانيه سواء جاليه اليهوديه او المسيحيه. فده يعني شيء يسعدني جدا لان ده دوري ان انا اتواصل مع كل الناس عشان نمثل المدينه الجميله اللي احنا فيها نيويورك. ديتكتيف محمد اللي انت عملك متميز, احنا مش هننكر دوت وكل الناس كتير شايفاه, يعني ناس كتير او ما تعرفكش شخصيا بس تعرف اسم ديتكتيف او كوميونيتي افير اوفيسر محمد امين. دلوقتي مين اللي هياخد الشغل بتاعك, يعني انت ولا انت مستمر فيه زي ما هو؟ لا ان شاء الله ان شاء الرحمن يعني اكون مستمر في نفس عملي في نفس مكاني. انا بحب عملي جدا حقيقي, هو دور جميل جدا. واكون متحيز شويه اقول ان هو تعليم الاسلام وتعليم الاديان كلها بتحضنا على التعاون, فانا ما بعملش حاجه غير ان انا بطبق التعليم بتاعتنا مع اللوائح والقواعد بتاعت البوليس ديبارتمنت. فهي شفنا ده في للاسف الحادث المؤسف بتاع قتل الامامين في كوينز من اسبوعين, كان حادث شنيع. بس الحمد لله بسبب علاقتنا الطيبه مع الجاليه سواء البنغالي او قدرنا ان احنا نعمل دي اسكليت للسيتويشن وان احنا نعرف الناس بدورهم وواجباتهم وحقوقهم, وعرفنا نعمل لهم ابديت دايما بالنتائج. فده بيريح الناس, غير ان احنا دايما بنحس الشباب بتوعنا ان هم ينضموا للبوليس ديبارتمنت او ينضموا للخدمه سواء التطوعيه زي الاكزيلري او للشباب الصغير بيسموه اكسبلورر. ودي كلها برامج مهمه جدا ان الجاليه بتاعتنا تنخرط فيها ومجانيه كلها. فاحنا بنحاول نعمم ده الكلام ده لكل الطوائف خصوصا الجاليه العربيه. موضوع الطوائف بقى, حضرتك بتتعامل مع اكتر من طائفه اكتر من ديانه, ازاي بتلاقي في ترابط بينهم وبين بعضهم؟ يعني مفيش الحمد لله يعني مش مسمعناش في مره ان في حصل مشاكل ما بين الطوائف وبعضيهم. ازاي انت بتوفق بينهم وبين بعض ان هي توصل في الاخر ان هم يبقوا ماشيين بيتبعوا قانون واحد بيخافوا على بعض بيحبوا بعض؟ ازاي ده بيحصل؟ والله انا لاحظت ان لما الناس كلها تكون سواسيه قدام القانون ودايما لما يكون في نوع من الدراسه للمعتقدات والاحترام المتبادل دايما نلاقي ان في حاجات لينا متفقين فيها اكتر ما احنا مختلفين فيها. فنحاول من خلال الاتفاق دون ان احنا نمد الجسور وننمي العلاقات. يعني كل الناس بتحب تكون عندها اطفال, بتحب تكون عندها امان, بتحب يكون عندها تطور في حياتها, تحب تتعامل باحترام دائم. فاحنا بنحاول نحفز الحاجات دي من خلال الضباط المختلفين من جميع الجنسيات لما بنشركهم معانا, فبيبقى في تواصل بين الضابط وبين الجاليه اللي هو منها. فبنستغل هذا لمصلحه الدوله ومصلحه الشعب نفسه. كوميونيتي افير كيونت, انت بتعمل النهارده في ولايه نيويورك, واحده يمكن اول ولايه على مستوى العالم فيها كل لغات العالم ومن ناس من جميع من كل الدنيا موجودين هنا. هو في صعوبه في دوت؟ لا والله انا يعني شايف ان احنا عندنا نموذج المفروض تحتسب بيه من العالم كله, وهو ان احنا نعمل ترابط بين الناس دي كلها. عندنا في نيويورك اكتر من 160 دوله مختلفه, فالاختلاف ده ممكن يكون لمصلحتنا. يعني التنوع ده لازم يكون في مصلحه الناس,
طالما بيتعاملوا باحترام، طالما في ود بينهم. دائما بنعمل حاجه اسمها انترفيث وركشوب، انترفيس يعني الجميع سواء مسلمين او يهود او مسيحيين او سيخ او هندو، دائما بيعملوا لقاءات دوريه مع القاده، يعرفوا بعضهم، يكون في تعاون، مش بس ساعه ما يكون في موقف سيء. فالتواصل الدائم دون في الاعياد والمناسبات سواء سيئه او مناسبه، ايفن زي مناسبه النهارده. يعني انا كنت فخور ان في ناس كثيره من طوائف متعدده جايه تهنيني شخصي، وبالتالي برضو ان هم قابلوا بعضهم. فده من البرامج اللي احنا بنحرص عليها دايما. واولا يعني بهانو حياتك دي، حياتك كظابط متميز في نيويورك، وده شيء ما حدش يقدر ينكره. يعني سؤال لازم اساله حضرتك، لو طلب من حضرتك ان انت تنزل مصر عشان تساعد في تحسين توجيه وزاره الداخليه بمصر، ايه هيكون ردك؟ والله يعني في تواصل معنا مع السفير احمد فاروق، راجل فاضل جدا، على تواصل معه دايم، ومع دول تانية بوجه عام حقيقي. ودايما عرضنا اي مساعده، احنا ما نتاخرش ابدا. يعني انا فخور ان انا مصري، دي حاجه طبعا انا فخور بيها. كفاءات في الداخليه المصريه لا مش ممكن حد ينكرها، بس دايما يعني في ممكن زياده او ممكن التعرف بالامور اللي احنا نجحنا فيها او فشلنا فيها. فمن خلال الدراسات دي اعتقد ان احنا ممكن نستفيد منها كويس كتير قوي في مصر. حقيقي في لقاء دايما مع السفير احمد فاروق، واتمنى في الفتره القادمه ان شاء الله يكون في تعاون اكتر. يا فندم، مننا شخصيا ومن مصر كلها الف الف مبروك، ودايما من ترقيه لترقيه ومن تقدم لتقدم. حياتك انسان متميز وظابط متميز وصديق متميز، ربنا يخليك لحياتك، ربنا يخلينا حياتك ويخلي حياتك لينا، وما نتحرمش منك ومن خدماتك دايما في نيويورك وفي مصر وفي العالم كله. جزاك الله خير، ربنا يبارك. شكرا. معكم اخوكم عمر سالم، دلوقتي بقيت سارجنت النهارده في نيويورك سيتي بوليس ديبارتمنت. يوم سعيد جدا لنا، واخويا محمد بقى ديتكتيف في نيويورك سيتي بوليس ديبارتمنت. فحاجه زي دي بتحصل يعني كل شهر شهرين ثلاثه، فبس حاجه بتحصل بساعه كده نكون الحفله خلصت. بس الناس مش بيتفرجوا ان واحد بيذاكر وبيشتغل مده طويله جدا الحاجه زي دي تحصل لنا. فبندعي لكم ان شاء الله ان كل حد يتقدم. ودلوقتي الكوميشنر براين كان موجود النهارده، فهيوحشنا جدا جدا جدا. يعني احنا حسينا ان هو المعلومات بتاعه كانت يعني شديده جدا، وكان بتفعل خير. ودلوقتي هيجي لنا تشيف اونيل، هيبقى البوليس كوميشنر، واحنا فرحانين قوي ان واحد بالهذا القبيل هيرفعنا ان شاء الله.